هذا وتعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن سقوط إحدى طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني من نوع F-16 صباح اليوم أثناء قيامها بواجبها الوطني بالدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحد الجنوبي للمملكة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأنه تم إنقاذ قائد الطائرة وهو بحالة صحية جيدة كما تم على حطام الطائره تحت سيطره قوات التحالف العربي وانه لا تزال التحقيقات جاريه لكشف اسباب الحادث